السلام عليكم أحبتي الكرام. يوجد في العالم أكثر من مليون نوع مختلف من الحيوانات، والعلماء ما زالوا لا يعلمون عن الكثير والكثير من الحيوانات الأخرى. وعند التفكير في الحياة الحيوانية ربما يخطر في أذهاننا الكلاب والقطط والصقور والغزلان والحيوانات الشائعة الأخرى، لكن يوجد حيوانات غريبة جدا على كوكب الأرض ولا يعلم عنها الكثير. هنا سنسلط الضوء على بعض من أغرب الحيوانات الموجودة على كوكب الأرض. أولا، سمك الجليد. أسماك الجليد تعيش في الأعماق الجليدية في المحيط الجنوبي من قارة القطب الجنوبي، وهذه الأسماك تنمو لتصل إلى 72 سنتيمتر، ويمتلك نوع طبيعي من مضاد التجميد يتدفق خلال عروقهم بدلا من خلايا الدم الحمراء، حيث أنه يفتقر إلى كل من خلايا الدم الحمراء والهيموغلوبين. ثانيا، الضفدع الكريستالي. كان العلماء غير قادرين على استكشاف الغابة الغنية بيئيا على الحدود بين البيرو وإكوادور لسنوات عدة، وذلك بسبب النزاع المسلح العنيف الحاصل في تلك المنطقة. عندما كانت لديهم الفرصة أخيرا لاكتشاف المنطقة في عام 2009، وجدوا نظاما بيئيا غنيا من أنواع لم يكونوا قد اكتشفوها بعد. من بين الحيوانات الغريبة التي وجدوها كان ضفدع الكريستال، حيث كان جلد هذا الضفدع شفافا بشكل كامل، ومن خلال الجلد الشفاف يمكننا أن نرى قلبه وهو يمرض. ثالثا، إسفنج القيثارة آكلة اللحوم. هذا المخلوق الغريب لم يسبق أن شاهده أحدا قبل عام 2000، وذلك عندما تولى فريق من معهد خليج مونتيري لبحوث الأحياء المائية في ولاية كاليفورنيا، والتقطوا عينتين من هذا الحيوان وأطلق عليه اسم إسفنج القيثارة لأن بنيتها تشبه القيثارة. ومن ثم التقطوا أكثر من 10 فيديوهات وأعدوا تقريرا لتحليلاتهم في أكتوبر عام 2012 في مجلة علم الأحياء اللافقارية. هذه الإسفنجة تتغذى عن طريق التشبث على الرواسب الطينية في قاع المحيط، وتلتقط القشريات من خلال السنانير الشائكة، حيث تقوم بلف ما التقطته بغشاء رقيق وتبدأ بهضم فريستها ببطء. رابعا، إي إن هذا الحيوان اللطيف الذي لا يعجبك منظره هو ليمور، يعيش فقط في جزيرة مدغشقر على أغصان الأشجار، ويقفز من شجرة إلى أخرى متجنبا الهبوط إلى الأرض. يعتبره الكثير من سكان المنطقة نذير شؤم، وغالبا يقومون بقتله عند رؤيته لكي لا يسبب لهم سوء الحظ. يمتلك أصابع نحيلة يقوم من خلالها باصطياد اليرقات في الشجر، وهو الآن بسبب القتل المستمر على وجه الانقراض. خامسا، ليمور الفأر الرمادي. ليس من الضروري أن يكون الحيوان ضخما ليصبح مخيفا. في مدغشقر درس بعض الباحثون ليمور الفأر الرمادي، وذكرت الأبحاث أن الذكر من هذا النوع يتغذى على الأنثى الميتة. بالطبع يوجد العديد من الحيوانات الرئيسية تتغذى على لحم مثلها، لكن لم يصادف العلماء سابقا أن شاهدوا ليمور الفأر الرمادي يتغذى على حيوان ثدي آخر. طول جسمه وذيله أقل من 27 سنتيمتر، وهي حيوانات ليلية تعيش على الأشجار وتعيش إلى ما يصل إلى 15 عاما. سادسا، فأر الخلد العاري. الخلد العاري هو نوع من 30 نوع مختلف من فئران الخلد، وهو يعيش في مستعمرات كالنمل والنحل بقيادة الملكة، حيث تقوم الملكة بدورها في عملية التكاثر وتربية الأطفال، والباقي يقوم بعمليات حفر الأنفاق باستخدام الأسنان، وذلك للبحث عن الطعام وتغذية مستعمرتهم. والمثير للاهتمام أن تلك الفئران لا تصاب بالسرطان، ويقوم الباحثون ببعض البحوث لمعرفة السبب. سابعا، البق القاتل. هذه الصورة لحشرة تدعى بيت أكانثاسبيس، وهي نوع من أنواع البق القاتل، ويوجد أكثر من 7000 نوع من أنواع البق القاتل معروفة لدينا،
تمتلك هذه الحشرة جسما شوكيا تلتقط من خلاله جثث القتلى من الأعداء والحشرات الميتة، وتتكوم فوق بعضها البعض على شكل جبل من الجثث تحمله فوق ظهرها، وتلك الجثث تساعدها على التخفي من أعدائها بسبب رائحتها. وفي بعض الأحيان تقوم بجذب الفريسة من خلال سم قاتل تطلقه عليها لتضيف جثة أخرى على ظهرها. ثامنا، العقرب الطائر. عندما تشاهد هذا المخلوق الوحشي ربما سوف تبقى بعيدا عنه بسبب منظره المرعب وذيله الذي يشبه ذيل العقرب. يعيش العقرب الطائر في الحقول جنوب وسط الولايات المتحدة، ويتغذى على الحبوب ورحيق الأزهار والحشرات الميتة. وبخصوص ذيله المرعب لا تخف كثيرا، فهذا الذيل لا يستخدمه للهجوم أو الدفاع عن نفسه، ولا يحتوي على أي إبرة سامة، بل هو عضوه التناسلي. وبالنسبة للذكور فإنه مفيد للتزاوج، بالإضافة إلى أن الذكر يجلب للأنثى حشرة ميتة هدية لها عند التزاوج ليجعل من الجو رومانسيا أكثر. تاسعا، خنزير البحر. من المخلوقات الأكثر شيوعا في أعماق المحيطات المحيطة بالقارة القطبية الجنوبية، وهو ليس له علاقة أبدا بالخنازير، وهو في الواقع نوع من أنواع خيار البحر. عندما ينظر إليه الشخص العادي يبدو غريبا جدا وغير مألوف، لكنه منتشر بكثرة في تلك المناطق، ويعيش في أعماق أكثر من 3000 إلى 5000 متر، ويتغذى من خلال الحصول على المواد الغذائية عن طريق استخراج الجزيئات العضوية من الطين، ويستخدم حاسة الشم لتحديد مصادر الغذاء. عاشرا، ضفدع مصاص الدماء الطائر. هذا الحيوان هو نوع واحد من أكثر من 1000 نوع جديد اكتشف مؤخرا في منطقة ميكونغ في فيتنام من قبل الصندوق العالمي للحياة البرية. في الصورة قد يبدو لنا كأنه ضفدع عادي، ولكن لقب بهذا الاسم لأن لديه زوج من الأنياب مثل مصاص الدماء. وعلى الرغم من تسميته ضفدع مصاص الدماء الطائر، لكنه لا يستطيع الطيران فعليا ولا يمتص الدماء. مشاهدين الكرام، أرجو أن تكونوا قد استفدتم بما قدمناه لكم. إن أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس حتى يصلكم كل جديد، والضغط على زر لايك. ودمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.